طالب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول المجتمع الدولي بالرد الحازم على محاولة التغيير بالقوة والدبلوماسية القسرية والتهديدات النووية، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي لحل الأزمات والتحديات العالمية، منتقدا استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن التزام بلاده بالدفاع المشترك مع النرويج ودعم أوكرانيا، مشددا أن دولتين تتضامنان مع أوكرانيا وتقدمان الدعم للدفاع عن أراضيها ضد روسيا، مشيدا بالتزام النرويج بتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا من خلال مساعدة اللاجئين والدعم المالي طويل الأجل في الداخل والخارج. أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أوكرانيا تحتاج إلى استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات حتى تتمكن من التعافي بشكل سريع، مشيرا إلى أن معظم الاقتصادات الخارجة من الصراع المسلح لا تمر بفترة سلام مستدامة ولا تتعافى إلى مستويات ما قبل الحرب. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغرب تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل يوم من مسيرة الأعلام التي من المتوقع أن تسفر عن تصعيد كبير بالقدس والضفة الغربية. وكثف المستوطنون انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، فيما عززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه. حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، ودانت الوزارة بأشد العبارات استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب، ويستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمة للشباب من خلال إعداد ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الجزائري أحمد عطاف سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية، كما التقى شكري نظيره التونسي نبيل عمار حيث أكد الجانبان الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك قبيل بدء الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بجدة. عقدت وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدة دعم مصر للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك لتعديل اتفاقية تأسيسه لدعم توسيع نطاق العمليات لتشمل منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء والعراق، لافتة إلى موقع مصر المتميز وعلاقتها القوية مع دول قارة إفريقيا وإمكانية أن تمثل مصر بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء. قال مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني خالد عبد العزيز إن لجان المحور التي تضم 6 لجان ستناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بدون خطوط حمراء، مؤكدا أن المحور المجتمعي سيناقش غدا عددا من الموضوعات المهمة مثل قضية الولاية والوصاية بجانب مناقشة موضوع الثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى الاستماع لجميع آراء المشاركين بدون تدخل أو توجيه. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة على مدار يومين لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية في جميع التخصصات بالمجان، موضحة أن القوافل سيتم توجيهها إلى محافظات القاهرة والبحيرة ومطروح والوادي الجديد ودقهلية والمنوفية والغربية وأسوان وسوهاج وقينا والمنيا وبني سويف ودمياط.